مرتك لسه ما رجعتش؟ لسه مش عاوزها. ولدك هتسيبه لمحمد ابو دياب؟ يغور هو وهي. يا راجل تروح تجيبها من شعرها. مش عاوزها. انا مسافر كام يوم كده وراجع، ارجع القاك رجعتها. انا مش عاوز الراجل ده يمشي كلامه علينا، فاهم؟ ما انت اللي انسحبت من الانتخابات من غير سبب. يوه انا حر اعمل اللي انا عاوزه. نصيبك اهو. اقول له بس عيب كل انت. لا والله العظيم ازعل منك. ايه يقول لي ايه؟ مروان عاوز يترشح في الانتخابات. وماله لما تكبر رشح نفسك، بس هتعملي للناس؟ هدي لكل واحد في البلد 1000 جنيه. يا سلام ناجح 100%. ما ينفعش مروان. ليه يا ولد جوده؟ خواف وعيرتجف يمسك سيف زي ابوه احسن. قوم من على الوكل. قوم حاضر. حط له اكله لوحده. ما يقصدش حد. قلت لك حط له اكله لوحده هنا. حاضر يلا. ما تزعلش ما تزعلش يا مروان، رشح نفسك وانا هقف جنبك. اجيب لك وكل ايه؟ مش هاكل. حسيس قوي وهتزعل. ايوه زعلان. طب ليه تزعل الناس؟ احنا هنزعلوا بعض ونتصالحوا. يا ابني جوده يعني اطلع منها؟ لا. تعرف مين اللي ما ينفعش يترشح في الانتخابات؟ انت. ليه؟ لان اللي يقول على ولد عمه خواف ما حدش هيديله صوته ولا هيحترمه. انت ما احترمتش ولد عمك. صح؟ صح. تاني حاجه السبحه اللي في ايد عمك كامل دي هيسبح عليها بيذكر ربنا، يعني حاجة محترمة مش عيب. ايوه. وبعدين من كام شهر لما وقعت مع النخلة الجبلية مين اللي شالك ونفض لك هدومك؟ مروان. عمك كامل ابو مروان عمره ما كان خواف، ساكن لوحده بعيد عني عشان مش خواف، وعايصرف على ولده اللي انت شتمته من جيبه مش من جيبي زي ابوك وعمامك. ما تزعلش يا جد. انا ما زعلتش، انت زعلته هو. ابو مروان اخو ابوك الكبير، يعني ابوك برضه. صح. وشوف يا ولدي الكلام العفش عمره ما يتنسي، ولو ما صلحتش مروان هيفضل فاكرها لك، ولما تكبروا هيقف جبالك في الانتخابات. لا مش ضحك. ها علاج اللي عملته ايه؟ يلا ارجع مطرحك. مروان بعد ما تنجح في الانتخابات ان شاء الله خليه بعدك. تكتر علي دورتين يا محمد، ولا شايف ان ولدك اولى بيها من الاول؟ هتسافر متى يا ابو باسم؟ ولا اقول لك يا سياده النايب؟ قولي لي يا ابوي يا احلى. هتسافر متى يا ابو؟ كمان اسبوع. احضر لك الشنطه من دلوقتي. شكرا يا زهره. فرحان يا ابوي؟ والله يا بنتي ما عارف فرحان ولا قلقان. انا قلت عدم رد الزياره عيب يا فؤاد بيه. سلامتك. الله يسلمك يا حاج. ايه اللي حصل؟ انا اقوم انت تنام؟ ده كلام؟ يا بخت من زار وخفف يا حاج. والله مش عارف اقول لك سلامتك ولا اقول لك معلش على الانتخابات. شرفت يا حاج. انا اديتك بنتي وانت اديتني الكره. بنتي عندي وكرهك في قلبك. سلام. زينب طلع الفرحه. ايوه يا حاجه كامله. خديني معاك ليا كتير ما شفتهاش. اصلها تعبانه شوي. مالها؟ اسم الله عليها. بطنها وجعها. بطنها منين؟
معايا الحريم بتاع كل شهر، بس هي تعبانه قوي يا حجه. فاهمه يا زينه فاهمه، حاجه طل عليها. الحجه حالف عليها ما حد يشوفها غير، ولا تطلع ولا تخش. ليه؟ عملت ايه؟ كل شويه يا حبيبتي تحب تجيني، وهو ما يحبش كده. هو كده يقول المره اللي تروح لامها بعد الجواز خليها عندها احسن. طبعه صعب قوي يا حجه، بالاذن لما اشوفها سلمي عليها. لولا اليمين كنت طلعت معاكي. زينه لا شربي يا حجه سخنه. حاضر يا حجه. كلموك؟ حصل. متى؟ بعد بكره الفجر. وهذا بيفهمك؟ فهمني. هكررها لك، الموضوع بتاعنا كبير وحساس، صح هو بالعلم والرضا، لكن لو وقعت مش هتلاقي حد يحميك. طول ما انت جادع وحامي نفسك تبقى في الامان، توقع ما حدش هيغيطك. يعني جايز يا ولدي ترجع، وجايز ما ترجعش. ما تخافش، العوز ربنا هيكون ونعم بالله. يا الدنيا كده تخيرني دايما بين دي ودي. يا ولدك يبقى راجل ويسد مطرحك يا تخسر. هرجع أبوي وبإذن الله. بإذن الله. خليك هادي واحفظ الطريق، الرجال لما يلاقوك هادي وحافظ الطريق هيكبروك ويسمعوا كلامك. حاضر حاضر. وقول لمرتك وأمك وعيالك وإخواتك إنك رايح مصر. ربنا يردك بسلامة يا ولدي. عرفت يا منده، زعلانة بس عنده وامها عجيلة. وعرفتي من فين؟ قابلت امها على السلم. ما كان يرجعها لامها، اشمعنى فرحة اللي يغضبها ويسيبها في بيته؟ الغربة للجديد شوية بشوية وعيمشيها. والله انت عبيطة يا كاملة. اتلمي يا منده. عيط. عرفت تضحك عليك زينب العايقة. واحد تضحك عليا ليه؟ عشان تخبي عليكي حاجة؟ لا يا حبيبتي، كان الكذب بان عليها. لا يا فلحة، أصل الكذب ما عيبانش، لكن العبط هو اللي عيبان.